رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم وأنوه إن شاء الله تعالى، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وزدنا علما ينفعنا ثم ما بعد. ومرك لي كتابك أني ألوه لي اللبية طبعا بابك عوانك سؤوي هي باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى، وأن اليد العليا هي المنفقة، وأن السفلى هي حون. باب يهي عدين لعدين يو قعنت السر إني تهي يا خير كبدني أي تهي، يعني إني قعنت السر أي وحب حميسا أي كخير بدن تهي قعنت هوس قعنت السر وقعنت وحب حميسا إلهي درتي سبحانه وتعالى وحب حميسا قعنت هوس ومد السائل دي وحويدي سنسا يا مركز صدقدي يوحل سيئ قادنس. حديث ابن عمر، عبد الله ابن عمر حديث قال لك ورني رضي الله عنهما، عبد الله ابن عمر السقي أبيه بإله يكرر لنقضي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نبي محمد وحوله صلوات الله وسلامه عليه وهو على المنبر سوى منبر كدوشي سسارا ومسلمين تخدمه وشيدنية وذكر الصدقة، الصدقة يشير النبي صلى الله عليه وسلم والتعفف دورسون فوحو دورسون وبريض إسكيل علي كورمي والمسألة سؤاشا وحين كسر جرني والنبي صلى الله عليه وسلم وحنوت المامي اليد العليا خير من اليد السفلى، باقوحة من اليد السفلى، وأن اليد العليا هي المنفقة وأن السفلى هي الآخذة. حبابيها عبين العبين يقعنتك هر إني كخير بدنتها يقعنت هوسي قعنت هرنا إني تهي مدة وحب حنيسة قعنت هوسنا إني تهي مدة وحب سؤالني صدقة لصيني. حديث ابن عمر، عبد الله ابن عمر حديث كيسا يا كسرا رضي الله عنهما، عبد الله ابن عمر السقي به بالله كره لنقضي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نبي وهو على المنبر سقى منبر كدوشي سسارا وذكر وحوش النبي الصدقه، الصدقه يكوها مي والتعفف دورسوني دا يعني أيكور من الروح البريضة إنه يسكع إلى اليوم والمسألة سؤاشة إنه الروح بني آدم كأوح ويجيستو إنه يسكع إلى اليوم أي النبي كور حمي صلى الله عليه وسلم وحولي اليد العليا قعنت السرع أيا خير وحيك خير بدنتها من اليد السفلى قعنت هوسى. فاليد العليا قعنت سروحة وهي المنفقة ومد وحنا فقينا سوح بحنا طيب والسفلى قعنته سنوحة وهي السائلة ومد وحويدي سنس هذا دوني سمرك قعنت كورينا النقطة خلق يعني مساكين تا قعنت هذا هجاده وهذا قعنت سر النقطة قرابضة دي اهل كادي ايتام تي اغون تا يددك جرن اي تيروين كلا الدرن قعنت هادو هقا دوسي هادو نقطة اليد العليا خير من اليد السفلى.
أخرجه البخاري في كتاب الزكاة بقصة ساري لا صدقة إلا من دهر غنى صدقة يعني ما جرته إلا هدنتوي سعي وروح وكبحي المويان. حديث حكيم بن حسام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حكيم بن حسام وحن النبي كورنا يا وحديث كالحب غلي صدق يطغني قال فنقول يقول اليد العليا خير قعنت كرا وحيك خير بدنتها من اليد السفلى قعنت وصيك خير بدنتها وابدا كبلوا بمن تعول عدا النفقين سو عدا النفقين يدو اي كبو واجبته احسانك اي وحبحنتي كبلوا عليها اي مركا النبي صلوات الله وسلامه عليه وخير صدقه صدقه وحاو خير بدن عن ظهر غين هدنتو يوم دلغو بحيو ومن يستعفف روحي مريضة إسكدور إسئلالية يعفه الله الله يا دور سبحانه وتعالى باهدي سإلهي بادبولي وحوك دور صنادنا إلهي باسين يا سبحانه وتعالى ومن يستغني روحي هذا إسكدية روح ديقتون وبن آدم كأنو باهني وحق عنتو ذو كتر إسكدية يقنه الله إلهي باديق سبحانه وتعالى وإن هذا من تعددك إن فقريه باهن ياليهين عدا عن باهن إن خسنديه سؤي بوحان إن ألتها سبحانه وتعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد ضده فقراتهين إلهي بادو باهنتهين الله نوى يعني الغني الله مهديه الله سبحانه وتعالى أخرجه البخاري وصوصاري في كتاب الزكاة باب لا صدقة إلا عن ظهر قنن حديث حكيم بن حسان رضي الله عنه قال حلي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعضاني نبي محمد بانو إيمي مركزا وحويدي استحوله قنيمة أها مركزو إسيي ثم سألته هدنا مرل بعد بانو إيدي استحفى أعضاني وإسيي حين ذي إسيي نبي صلى الله عليه وسلم ثم قال يا حكيمو حكيمو إن هذا المال حولها خضرة وعقاريها يعني حلوة ومدمعان أدوية وعقار وأنا شيء معان روح مرقولة دنسانيو إيه دب أرديو إيه هيف سني نبقى حولي فمن أخذه روحي كقاطة بسخاوة نفس يعني نفتي سؤانها قلتاقين دون الآن روحي كقاطة بورك له فيه والله بركيا أدو روح ما دويديسا أدو ماذا قلغاشا أدو ماذا دب أردن قفك سدا كقاطة بورك له فيه والله بركيا بسخاوة نفس سؤانها قلتاقين بورك له فيه والله بركيا ومن أخذه روحي كقاطة بإشراف نفس النفط سيد أيها القلتاليس له فيه الوام بركي حولها بركك مهلو حتى هدو كو انتفاع نفع في عن أو بركة لمرككه لماي كالذي سيديكي أو كالو نغنيا يأكل عنيا ولا يشبع أندرقين فوح عنتدي دلدلي وحنيا وأندرقين كاسنو عاسنا وحكم ذي أفرت النبي محمد الله وكما قلت اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها إله علم أن نفع لهين بان كامل قلينا إله نفع لرقين بان كامل قلينا إله قلب أن خشوع بان كامل قلينا إله دعوة يا الله بري أن لا أجيب بان كامل قلين فنبي صلوات الله وسلامه عليه اليد العليا خير من اليد السفلى حكيمو قبصو تلقية سالم كوشيغ يا قعنت الصرع ايوح بحنسا وحي كخير بدنتهي قعنته سي ايوح ويدي سنسا مركا قعنت الصرع النقو قعنته سي ايوح ويدي سنسا هنقنن سلاسة أمركا والنبي صلى الله عليه وسلم عليه وكوير حديثا ولا ليال وحين نكفى إذي سننا يعني إخوتي وأخواتي وحين نكفى إذي سننا
dhaqanka wanaagsan ee nebi maxamed sallallahu calayhi wasallam ummadda kula dhaqmayey wainnaka lacalaa khuluqin cadiim fabima raxmatin min allahi linta lahum walow kunta fadan khaliida alqalbi lanfaduu min xawlik. Waa la weydiistay, markaasaa xakiim mar labaad weydiistay, markaasuu weydiistay nebigu ma odhan waa sidee, mar walba waxbaa doonaysaa. Qaacido guud buu u sheegay nebigu, waana guud iyo wacdi guud oo saameyn ku samaysay noloshiisana wax ka bedeshay buu nebigu sala allahu calayhi wasalam u sheegay. Xadiisu xakiim ibni xizaamin radi allahu canhu qaala xakiim wuxuu yihi faqultu waxaan yihi yaa rasuula rasuulka ilaahi, bal fiiri xakiim marka sida noloshiisa warkaasi wuxuu bedelay. waladii bacaka bilxaq ilaahay xaq ugu soo saaray baan ku dhaafay laa arsaw ilaa anqusu ka nusqaa min maayo axadan ruux wabacdaka adiga kaa dambeeya shayan shayna ka nusqaa min maayo, ruux adiga kaa dambeeya oo aan wax ka nusqaaminayo wax weydiisanaya ma jirto. dayib xataa ufaariq adduniya ilaa an adduunyada firaaqeeyo ilaa an aakhira tago qof dambe oo adiga kaa dambeeya oo aan wax weydiisanaya ma jirto, adiga baryadu saa ufuuxinta. fakaana abubakr radi allahu canhu, abubakr baa wuxuu ahaa yadcuu xakiiman, xakiim buu u yeedhi jiray yacni alcadaa siismo xoolihii qiimada iyo fayga yani markaa muslimiinta ee baytulmaalka laga siinay mushaharkiisii buu ugu yeedhayay, fayadaa markaasuu diidayay aqaba mushahar xoolaha islaamka ma qaadanayo, ruux nabi maxamed ka dambeeya aan wax ka nusqaaminayo rayo weydiisanaya ma jirto. dayib fayadaa uu diidaya an yaqbalahu minhu inuu ka aqbalo abubakr sidaasuu ku tegay. suma ina cumar, cumar dacaahu wuxuu u yeeray calaa xakiimin, xakiim buu u yeeray liyucdiyahu inuu siiyo xoolihii uu baytulmaalka ku lahaa faabaa waadida an yaqbala minhu shay-an shay inuu ka aqbal shay uu ka aqbal u diiday. faqaala cumar, cumar baa shkitay marka ummadda muslimiintu rabo inuu bandhigo cumarna caalim u ah wuxuu leeyahay inii urshidukum waxaan idiin markhaati gelinaya, anigu waxaan idiin markhaati gelinaya yaa macshara almuslimiina muslimiinta kulankoodiyow calaa xakiimin, xakiim baan idiin yani markhaati gelinaya an acridu calayhi xaqahu, xaqiisi waan u bandhigay oo min hada lfayi yani hanimadii xoolaha ka mid a fayaabaa waa diidaya an yaakhudahu inuu qaato falam yarza uu kama nusqaa min xakiimin, xakiim axadan ruuxa min annaasi dadka kamid a bacda rasuuli illahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilahi gadashiisa xataa tuwafiya ilaaba oosaday xakiim oo sidaa uu ku dhintay. wuxuu fulinayaa ballantii uu nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam uu la galay, wuxuu rabaa suubanaha ballantii uu la galay isagoo u fuliyey inuu malinka qiyaame uu la kulmo rabbigii subxaanahu watacaala. akhrajahu albukhaariyu fi kitaab zakaa baabu listicfaafi can ilmasale baabka ugu saabsan ruuxu baryada inuu ka dhowrsoonado baabkaasuu kusoo saaray. baabu nahyi can ilmasalati wuxuu baab yahay reebitaan layska reebay baryadii ruuxu inuu dadka wax weydiisto iyadoo baahi iyo daruur ku xambaarisa aana jir. xadiisu mucaawiyata radi allahu canhu qaal wuxuu yihi samictu nabiya sala allahu calayhi wasalam yaquul, nebi maxamed waxaan ka maqlay isagoo man yuridi allahu bihi ruuxu ilaahay uula doono subxaana watacaala khayran, khayr uula doono yufaqihu wuxuu fahansiiyaa fi diini, diinka ayuu fahansiiyaa. ma doonaysaa inaad mujtamaca muslimka aada qimayso ruuxaasi kaalinta iyo mansilada uu joogo inaad qimayso ma doonaysaa fahamkiisa diineed iyo diinta barashadeeda dowrkee kaalinteedu kaga jiraa halkaasaa lagu qiyaasay halbeed lagu qiyaasay wax. ilaahay wuxuu leeyay subxaana watacaala ina akramakum cinda allaahi atqaakum, ilaah agtiisa dadka idinku sharafta badan wuxuu yihi waa kuwa alle u yaqaana alle ugu cabsiga badan. ilaahay wuxuu culimada tilmaamayeen wuxuu yihi inamaa yakhsha allaha min cibaadihi alculamaa, ilaahay waxaa ugu cabsi badan dadka culimada cilmiga leh ayaa ugu yaqaana alle subxana watacaala, caalimin cilmigiisii marka ku amalfalan dayamale. wuxuu nabigu leeyay salawatullahi wasalaamu calayh wainamaa ana qaasimun anigu qaybiyaa maxay waxyigan idiin qaybin, qanadiyo maalkaan idiin qaybin, cilmigii xikmaan idin qaybin qaybiyaana waynamaa ana qaasimun wallaahu yucdii allana waa midka wax bixinaya, ciddaan wax siiye xukunkayga aan wax ku siiyo ilaahay baa qadariyo ilaahay ba siiye subxaana watacaala, aniguna amarkii rabbi baan fulinayaa. walan tazaala haadihi alumma ummadan iyadaa ka suuli mayso qaa'imatan calaa amri illaahi, arrinka ilaahay ay ku taagan tahay diintii iyo siraadu mustaqiimki iyo wada toosnayd iyo xaqdii inay ku dhaqmayso. laa yadurruhum dhibi maayo waxba u geysan maayo man khaalafahum ruuxii khilaafa xataa yaatiya amru allah, ilaa amarka ilahi uu ka yimaado subxaana watacaala. akhrajahu albukhaariyu fi kitaab alcilmi baabu man yurid allahu bihi khayra yufaqihu fi ddiin ayuu kusoo saray. baabu lmiskiin alladii laa yajid qiidan walaa yufadanu lahu fayutasadaqu calayh, wuxuu baabu yahay almiskiinu ruuxa miskiinka waxa weeye alladii mika weeye laa yajidu aan helayn qiinan hodantooyo iyo wuxuu bini aadamka kaga deeqto
ولا يفضل له او ان لو بغي لنن معناها ان لفهم باهدي سيد المسكين هاي او فيتصدق عليه ما قال له صدقه يسكن واروح قرصان الى دكتور قال لكم راك كنت الفني اقول لي يحسبهم الجاهل اقنياء من التعفف يعني فوح الجاهل كاي وحو امر عليا سيد الرسوليين يشرفت ويسكلب بالسن سليد يعني ما كان وحو بسنا يا كريم كواسبع شنيا حوالي وصدح دي وقتي بين الروح مهني وما دي سوكل شرح يحسبهم الجاهل اقنياء حلد ودكو الجاهل كاي حيو امر عليا نهوديه نبي محمد صلى الله عليه وسلم وحو سبحانه وتعالى تعرفهم بسيماكم على مدوه تقدرني سأل لا يسألون الناس الحاقة بدك حلمه ويجزنا بحكم علم ما يبرد هذا يكون علم معه دعوي هل مر ما يعني ما كان موي سنة يعني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين مسكين كما دون إنسان المسكين لا يشبع دون إنسان الذي متك ليس المسكين مسكين كما هو يقول الذي متك يضف على الناس يدك كوري خاصة ترده اللقمة واللقمتان ويعلم سو هل هر أما لا بهر ممرك رسول الله قطعه مسكين كما كوحي يربعان تلوصار إسكال بغاقية كاسي مسكين معها وتمرة وتمرتان حبت رأي الله بتبرا إلا سيسكال بغاقية ولكن المسكين لكن مسكين كما كان دوري ثان الذي كو يرلاي جدو غينا يغيه قايتك عهرين هو دلتوي وخود يقومو بهذا بنادر وحكا قدرته ولا لا يفضل أن لوبوا بيارين ولا فهمين بني سبب فيتصدق عليه مكار صدقات باهدي سين باهدي سين عيد الميس ولا يبوض إستاد ما يخيص على الناس ذلك ويجيسن ما يوم حتى القصة بن إساس بوصوية أخرجه البخاري في كتاب الزكاة القصة وصاري باب قول الله تعالى يسألون الناس الحرى باب كراهة المسألة للناس عبابي يهن عريس إذا الله نعم يستطيع الشرع وحرمي مسألة يا بريضة ذلك يوم حلو ديستو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم نبو فما يزال رجل منك كسو لما يوم يسأل الناس دقين وحويدي سنة يسأل عليه حتى يأتي يوم القيامة لما لنك قيامة وكي مادو ما لنك قيامة إلا وكي مادو ليس في وجهه يدو وجهه سعان كسبنين نزلة لحم أي قرعة لحم قبل هلي لأن كسبنين وجهه سعان وصانت اللي في قي أيام ما لنك قيامة أي إيمانية ويهرق اللي في قي وإيمانية عجيب ilaa horu u fiqna ilaa horu wajiga si uu diistay ilaa horu xalqiga ugu weeyay xumaada ya malin qiyaamah hatta yaati yawm alqiyamah ya malin qiyaamah uu yimaado laysa fi wajhi wajhi sayadu an ku sulin nuz'atu lahm ay qid'atu lahm qal hidiga wajiga si wajiga ayadan istarbo yaadan billah aw ilaah la man subhanahu wa ta'ala akhrajahu al-bukhari wa sahih fi kitab az-zakah babu min sa'ala an-nasa takassuran ru'idaka wa istighfara basi أنا خاله بدن هلا وده كم جيسته يعني مرقى إسلامك هذا بريدي إن الأحرار ما يروح حول حكومة بوفنية إنه الشقة اللي سكوتها إنه عمل يسعي وسنة أيش إسلامك هو كم حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله وحده لأن يحتضم إنه صح عبد وطبكين وسوق جيسته أحد متكين حزمة قبل يحرم على ذهنه دبر كسوق وقد تقرية هي خير وحر خير بدن طاي من أن يسأل أحد روح إنه جيسته وقيعديه أوصي أو يمنعه أمر كمليه روح ندور كأدو وقريب صوت إيا حبا صوت أوي بسن وحبي سيديدك سأوعنا بوحي وقيا بدنتاي إنه دفع الصلاة بسؤاله من يعني أسؤال شطاس بوحي بدن دفع أما هسيين أما هو ديبني ونبي صلاة الله والسلام ونوع شريعة القاكة أي روح أوتو جيش نسو ونسكس حانيا يعني غاية لما وين رزقها أسباق سكوبها وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين أيضا الرزق لإله وقرأ سبحانه وتعالى إن الله يسد الرزق لمن يشاء ويقدر هذه هذا نوحة للدنيا أسباق ما سكوبها يعني تسعي إلى تمدو فذلك بحوري الله مبارك لأمة في بكورها إله أمضي ذو حاضو برقيسا كلا هذا يشرمادو ذا يعني مكا أي شقر سنيا إله بركيت جردو يبرحسو ذا باب إباحة الأخذ لمن أعدي من غير مسألة ولا إشراع حبابي هاي شرع إنه بني يروح إنه قاطوعي لسيين أيضا استبوا أن سؤالا أنا هنغل ثابين ولا لا مسلمين تأي سيين إنه مقع إنه بنطاه نوقات حديث عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله يروح يعديني مدسي على عضاء سيسمع يسين تأمينه فأقول عن رجل أعضه سير رسول الله من هو أثر إليه مني رسولك إله روح إلى باهبا وإلى فقير سنسين يعني بيقول عبابي هي النعميس قال للنعميس طيب
أدنيضة حباب يهي نعبيسك لنعبيستي روح إنه كود دال أدنيضة وكود داله. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نبي محمد وحان كم غليسكولة لا يزال قلب الكبير يعني روح قلبي روح وين قلبي سكسول مايو شابا شثنين لبا شيء وضل يركويا روح كستو وين قلبي سلبا شيء وضل يركو أكو عصب هذه يقول وكد ذلك يا قلبي سكترت قال الله راه شيء حي في حب الدنيا الدنيا شعيل يا وضول الأمل يدي لغير الدنيا ذوات عليها ابن آدم كو حي لي أبورك أني كمت هاي إن أدو باهمت هاي إن أدو حب باهمت هاي إن أدو احتبعته إن أدو حبورته إن وقابك هاي كمت حي لي أبونا آدم با إنت جنود اللي قرر حي أصل إيا حاس كيسي حوالي لهل كادق با جنود أحيى الأردن فكلا منها حيث شئتما رقدا ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين هل قيد كليا لديسك إلى لي بين آدمكم حاضرا وحا إسكدا باودر هذه انت لغو نعمية لغو يا رب الواقد أسقوري جاس أديلا إسكلا لكن هل كاقولها تابا بل انت كواد قول كيواد يرقو رانسانس ما لنك اللواد واكوية ردوانسا ما لنك صدحات دريشتات كفيرنسا مالك صدح هذا الباب كي واتشرصت واكاس نبي قبرك وحولي إيه وضول الأمل يجد دي لدير إن آدم كي بلان بودي شسن كأنما سيد ولي أدوية دو كنو لاني مارك تين إذن قف بقول إيه اللي ما تنصن إيه عمر إنتو قاري لأن نسكد لغي آخرا نوتي سنة يا إلهي سبحانه وتعالى حقي سان قابلي بانكي آخرا وحسيد لغن وصدى لما مركز وحوق لي تعب مركز وحوله وغوتي علاني مركز ويدي دي لبطنان يا يعني ونوع النبي قلت الله صلى الله وسلم عليه أخرجه البخاري في كتاب الرقاق باب من بلغ 60 سنة فقد أعذر الله إليه في العمر روح إلهي لحظة سنة وقارسيه وحو قارسيه وقت عمرك لو حضر داري وهدوا إله اكتسع دردار أنو كهلي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال وحلغال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر ابن آدم يكبر حلوين هذا ابن آدم عفوا يكبر ابن آدم ابن آدم باويناني ابن آدم كما قبوبية ويكبر معه معسن وحلويناني وكويناني إسنان اللب حب المال حول جعيل يوطول العمر يعمر دير عمر دير مجعليه لولا سجعليه باب لو أن لابن آدم واديين لابتقى ثالثا دبا عدي بن آدم كان لقو شيري حدي بن آدم كان لسيه توق ذهبا لبا توق ذهبا حورنا يا إله ومثلنا سبحانه وتعالى إله باهد وابدن تحي قرابة إلى يغبضن حقي كرد عضي توق كلان ربا تقصد حاد ذهب هل يسيو عاصو ورنيا بن آدم كفرس هل كي لغرها بمركة حوغا يرو النعماء إلهي أكسيو إن هذا إلهي أشكر ذو أمه هذا نقطة آتر هذا إلهي سبحانه وتعالى وإن نعمي هدانا هاي مدك الشكر يا هذا صار الله يتكور لئن شكرتم لا أزيد ولئن كفرتم إن عذابي لشديد لكن أدقوا عافي ماذا لقسيه أدقوا أولاد لقسيه أديكوا رزق حلال لبسيه أديكوا دين إيمان لبسيه أديكوا روح مؤمن إلهي سبحانه وتعالى أو كاردقي أياد هذا نسيم من منطقي وصيها غلتاق فالنبي قال لي صلوات الله وسلامه عليه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحليل لو أن لابن آدم ابن آدم كهضيء وعهان الله إذا أصغنا الله واديا من الذهب تقدها بهذا أصغنا الله أحب وحوت عنالها أن يكون له واديان لبتوك لبتوك وذهب إن لصيه أيوت عنالها ولن يملأ مبوحيه
فاهو ابن آدم كأفكيسة إلا التراب عرم ويوح كلمة بوحش أفكى إيرا ابن آدم كا إيا بشمها دلا عصان إيا عرب كا إيا دامن كا إيا إلكها كويا لا الدنيا أورن هدي لصية مدو سمية على شو حبيرتا بنتي وحلا مريو وحلا هذا نمسو شاد جينسا هذا هو شركة عافيمات كالية أباها بن آدم كحوله واستعماله بعذر كل نقض ميدي فيري بحيات صوت تبع ضي إيدي تكاقي أها إي حلاش أها على لي يجر بادو شغيس شركي وركات كوب عيسو أو برباريسو نختار بادو تلتي حلو لي يجي حلو لي هاي في ستربية سمية وهذه أوحاد العقب بحنسة هدنا بروتي سيدا ضمن الهيد بعد العقب بحنسة حدنا تشيرك يا جعود فدي وقاد استرول كي بعد لدى قلمي معان كي بعد لدى قلمي سا ليكر كي بعد لدى قلمي سا فوح بن هذا إلهي نقوك يعني قارب كليه فريسان أيان مركز كليه قشن صار كسيد يعني مركز كليه وقشن وقصار لها أي العقب بحنسة مركز لن يملأ فاه إلا التراب أفكي سمحا بحناي marka dhabanka dhulka loo dhigo ee carada lagu boogay dusha lagaga shubo afkiisu markaas uu buuxsamaya lam yamla afahu illa turab wa yatubu allahu ala man tab ilahina subhanahu wa ta'ala wuxuu ka toobay bal yaci toobad kinta ayuu ka toobay akhbar akhbar bukhari fi kitab ar-raqab bab ma yutaqa min fitnati al-iman bab bukhari wuxuu baabay istawaxa ku saabsan waxa la iska ilaalinayo dhabayo وما كأي فتنة ديسة حديث ابن عباس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل روحا مقلع يصبر لو أن لابن آدم واديا من مال ابن آدم لما وادي وما الأحدي أصبنا الحي لبتب وما الأحدي أصبنا الحي وصلوا لها لبتقى سالسا مثل بحاب ضلب لها لبتقى سالسا مثل بحاب ضلب لها ولن يملأ جوف ابن آدم إلا تراب لابت بن آدم كمبوحيو عرمو يوحك لمبوحيو ويطوب الله إلهنا سبحانه وتعالى وكتب تقبلي على من تاب الروح توبتك أنا أي الله سبحانه وتعالى وكتب تقبلي نعم بابك باب ليس الغني عن كثرة العرض وباب يهي ليس الغني غني بماها عن كثرة العرض حول بدن إنه روح هلو غني نمدو سيدا سمع ما دون إساءنا غني إيا تاجر عد نقطو نيادة تاجر لغا نقضة نيادة غني لغا نقضة صوبين عرب الدركة بلك عد شوكتا إيا قلبيك تشوكا إياقو بلايين يعني مقا أي بنجي إذا أطلق إتا صحولا حيثا أي يعني شغدو اللي إرجي أما مستقبل كيسو مقدي ومقضي برتد أي أنتو يسدير ورقد بغايا فسوحي مرشا إيا هرتيني هذا سود شيء خسارة نوعي نوع هذا سود يعني أكون كي يبون كي يقوى مر أكون كي يقوى مر إن أنا خندي ذي آخر أنا نار بقول لي ما خس عدد اللي بنت ما حلا حبرا اللي بنت وحوي ونفط يعني نفط يعني لك الدكتور هاي أو نفط مرجع يعني لك الغني نفط على كريستو أنا عارف قبض وحي إله سبحانه وتعالى وكسي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال ليس الغنى أن تيد معها عن كسرة العرض حولها بضن ولكن الغنى غنى نفسي لكنه لم تيده روي وروح نفتي سئنا يدئنه جاتونه أيها لم تيد أخرجه البخاري في كتاب الرقاق باب الغنى غنى نفسي باب تخوف ما يخرج من زهرة الدنيا فبابيها يعني عرصدا للعرصدا ما يخرج وصبحي من زهرة الدنيا الدنيا بيب الكيدا لأنه دلالك الدنيا إما البعض كوني الدنيا ذا مركا لونه لهي فروحوا إنه كوكتسونه يعني كوكتسون حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبحوا إن أكثر ما أخاف عليكم وحقوا بلن إيدوش إن آيذ كبقيا أيو يرمو الصلوات الله وسلامه عليه وحقوا ما يخرج الله لكم وحق إله ويدين صابحين دون ومن بركات الأرض على الله بركات كذا قيل وحي ما بركات الأرض على ذا بركات كيد محيي
قال في زهرة الدنيا وأدوية الدنيا كذا أدوية فين كذا وين يقول صلوات الله والسلام عليه. فقال له رجل من بني الصال ودي هل يأتي الخير بالشر ورسولك يا خير كم يو الشر لي مداه أتينا يدير من الله يبحي مشر بلك أنا سع. فصمت النبي صلى الله عليه وسلم من الله مصيب حتى ظننا إلى أن أمرنا أنه يزل عليه إن وحي لمسود شيء ثم جعل وقبل قرينه ينصحه يوم صحي ومرتع عن جبينه لبنادي سيوي جلسة عن كولدك سيوي جلسة يوم صحي. قال وحي أين السائل منك وحي ويدين يعاو قال وحي أنا. قال أبو سعيد وحي لقد حمدنا الله لقد حمدناه إلهي ونكم عبد الله سبحانه وتعالى إنه وعنا أنتم حي لأني يوم حد سواشا ويدسي ما كان أركين يقول صلوات الله وسلامه عليه. وإن كلما أنبت الربيع وحكست أو جوجو أو دلنا أمو بيده يعني وحكست ومكا أي صو صاران وداقية يقتل وحود لا يعني وأن كلما أنبت الربيع وحكست أو جوجو أو صو صار أمو بيده يعني ما يقتل وحود لا خبطا أما حبطا برجه مكادك أدلا أو يلم أما وحن شيا حولي مكي داقان عوسك إسكيك لبديان أما ويكود إنتان أما وحن يعني ويكو حن صلاة إلا آكلة الخضرة إلا عوسك عقار مد عنتمو يعني عوسك عصبة أكلت ويعنتا حتى إذا امتدت خاصرتها إلى مركي كليه إذا يعل أي تاقمان كليه إذا تاقمان محلوك إذا نفك حولها يمركو دل قلبة كليوت باكلا فضة باكلا بحرة حتى إذا امتدت خاصرتها كليه إذا لا أي تاقمان مركي إذا تعلوشي استقبلت الشمس قرح بأي قابش فاجترت يعني مكاسي عن نقصتها فاجترت محلوك إذا قيلة وحيث وحصنا يا وحلي على نقصي حنا نقصي وشتروا الشيخ ومحمية يعني قيلوا محيب مركا يعني مرنا علوش وعرنا يا مرنا أسكو وعرنا فاجترت وصلدت يعني مركا صي يعني أي صالوتا وبالت ويكاددا ثم عادت ويكل عبت أرورتي يعني باقي أي داقي سيفا أكلت مركا صي عمتا تصالوكو بحنا النبي حديب عوسك يا برواقدي فوقك يا عودة حوله يودة عوسك وعلي بهدو حوله وكل ما نجي محاضر الله يا بس الدنيا دي مرك الروح إني هلكته وضابيس عك جواب يا نبي قو هل يأتي الخير بالشر خيركم من شر الإيمان نبي قو حول إن هذا المال حوله لي حلوة ومعانيها من أخذه بحقه روح حقه سكوقاته ووضعه في حقه حق سينا يعني يبوسكي كوها بونانا لغا فنعم المعونة هو وحلا كالميستو حولها الروح المؤمن كأبه هو أكثر ومن أخذه بغير حقه فوح حق درق قاطع كان كالذي يأكل ولا يشبع ونقول يا سيدي مدوح عنا يأكل وعندرقين أيها النبي صلى الله وسلامه عليه. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس وفر استيدات يوم مال مالها كمدة على المنبر منبر كدوش وكفر استرسولك وجلسنا نقول وأن فلسطين الصحابة هذان حوله نبي هريريس كان فلسطين فقالوا إن مما أخاف عليكم من بعدي يعني وحان إذ انكبق يدوشينا يعني أنا جدا شيء وحاكمنا ما يفتح عليكم وحال ليدين فردانه ومن زهرة الدنيا وزين فرأينا وحان وارقنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينزل عليه وحي لقسه دشتنه أيان النبي وارقنا قال وحي فمسح عنه وحو النبي اسكمسحي وجه سوح كتبتر النبي الرحضاء يعني ديدتك اسكتبتر النبي صلى الله وسلم عليه رسولك مرك وحي وكسو دقي صلوات ربي وسلام عليه وديدي تشري حتى هذه قبوبتها مرك الرحضاء فقالوا حلي أين السائل أو كي ويدين
وكأنه حد مدان كاسر عن أن تحمده إن إلهي كبه دي. قالوا حري إنه لا يأتي الخير بالشر، خيرك الشر لم يجمع به، إن مما ينبت الربيع يعني قوق وحقوا دليو برواقض مركي جرتو أما وبيد يكلق وحق دليان يقتل ود لا حوله أو يلم أما مركا حوله ويكوش الردان إلا آكلة الخضراء وأكل إلا آكلة الخضراء إلا عقار كم مدة عنتم ويهمي أكلت ويعنت حتى إذا امتدت مركي تاقمان خاصرة طاها لبدأ ذكي مركي تاقمان استقبلت وحيكور جيستا عين الشمس قرح ذا يكور جيستا فصلدت ويصال وطوبالت ويكاذي ذا ورطعت ويداغ ذا مركز عافمات هشايو عوسكي كالأيسي بلوضا وإن هذا المال حولها خضيرة مدعى روي حلوة أمعا سمي يعني حوحا مسلم كأ حوله سوحا أقول نعمل هذا ما أعضى منه المسكين مسكين كوحوصي إيه واليتيم أقوم كأوصي إيه وابن السبيل أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أما النبي صلى الله عليه وسلم عليه سوء رواية وإنه من يأخذه روحي قاتل بغير حقه حق ضر روحي حوله فقاتل كالذي يأكل سيدي متك وحونه يأكل لمده ولا يشبع عن درق ويكون حاهان يحوله شهيدا عليه يوم القيامة مال كقيامة كوكم رخاتك عين قنيان باب فضل التعفف والصبر ربابيه الروح بريدي انو كدور صوناد أركم إذا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أيضا ما تويحي إستقى أكتسها فقالوا حلي ما يكون عندي أني أكتر إذا ما أهان من خير حالا فلن أذخره عنكم أن إذن ككيد يصنعي وأنو إذن كبقاني لكن محاني دي شيء دي ومن يستعفف روحي صبوره بريد إستقر علي يعفه الله إلهي بعد أوره سبحانه وتعالى ومن يستغني روحي هدى نسكدينا يغنيه الله إلهي وعديقه ومن يتصبر يصبره الله إلهي وعصبر سيئه سبحانه وتعالى وما أعضي أحد روح لمسي من عداء سيسمه خيرا كخير بدن وأوسع من الصبر وصبر ككبلارا أيها النبي صلى الله عليه وسلم عليه أم كسو ختيم باب كان أخرجه البخاري في كتاب الزكاة وكسو ساري يعني باب الاستعفاف عن المسألة باب كبصر سنروحه بريضة إنه إسكده وراء إسكده عليه باب الكفاف والقناعة يعني روح وحكف لنا يعني إنه إلهي سبحانه وتعالى ويديسته وحل سيئ إلهي وقد يقين إنه كقنعه وقناعة يعني مركة أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا لا حقيشة وأيضا وحيلا هذا إنه ينص صحيحك الله مرزق إله حقو إرساق آل محمد محمد آل كيسة قوتا وحقودة يعني مال كيهبين كوحكفرا إله كو إرساق النبي عليه الصلاة والسلام إخواني في الله بل سوري وخلق قمتك وخير بدنا ونبي محمد صلى الله ربي والسلام عليه كما فكر يوحو كيد صدقه بشان أوعنا لكن يوحو ليه إلهي ومحمدي قرابدي سيئه الكيسة وحاد كدن ترز سقودة وحمال كأي قوتان إله كدن بولئ أنه محانو فكرنا سيدا وليجين الدنيا كنا ولانين أنه محانو فكرنا سيدي أدون كم بأينا كلمانين أنه محانو فكرنا سيدي يعني آخر أنه هلمان سنحي وحوح لقدونا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا إن إلهي سبحانه وتعالى وحي ألا سبحانه وتعالى وقد يقين أبقنا عكو قادته وحي ألا سبحانه وتعالى أن قد يقين آذنها قلتاجن نبينا صلى الله عليه وسلم على الكلية سئاد أقوى صفان نعمة إلهي سبحانه وتعالى وإذن كدقي
iyo kaalinta yani iyo miisaanka iyo culay mugga ay leedahay aad u dareentaan unduruu ilaa man huwa asfala minkum kuwa idinka hooseeya fiiri halbeeg iyo qiyaas waxaad ka dhigataa qofka kaa hooseeya meeqaan maanta qadaynin meeqaan caafimaad haysan meeqaan laxaadkoodu aanu dhammaystirnayn meeqaan haddii adiga ilaahay awlaad ku siiya aan awlaad lahayn qofka kaa hooseeya fiiri nebigu wuxuu yidhi walaa tanduruu man fawqakum kuwa idinka koreeya xagga adduunyada idinkaga koreeya ha fiirinina gaaladuba adduunyada waa inagaga badan yihiin soo ma ilaahayna wuxuu leeyahy yaclamuuna daahira min alxayaati dunya wahum can alaakhirati hum gaafiluuna qofkii adduunyada kaaga yani sarreeya haddaad usii hanqal taagto waxay sabab kuugu noqonaysaa inuu ilaahay subxaanah wa tacaala nicmada uu kugu nicmeeyey اللهم آت نفوسنا تقواها أيها ومولاها اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.